كانت تحاول قضاء ليلة ممتعة هربا من روتين الحياة اليومي دون علمها بوجود وحش يتربص بها. في مساء يوم 14 من يوليو عام 2012 وفي أحضان منطقة كلير ووتر الدافئة والرطبة بولاية فلوريدا، تنكشف قصة أدريان روبرت المأساوية. كانت امرأة تبلغ من العمر 29 عاما، معروفة بابتسامتها المعدية وحماستها اللامحدودة للحياة، وتخطط لبدء فصل جديد في حياتها مع صديقها جاستن. لم تكن تعلم أن هذه الليلة المصيرية ستغير حياتها إلى الأبد. تفضلوا بالبقاء معنا بينما نغوص في تفاصيل قضيتنا لهذا اليوم. بدأت رحلة أدريان بعيدا عن شواطئ فلوريدا المشمسة في برونزويك بولاية مين، حيث ولدت في الرابع من يناير كانون الثاني عام 1983. نشأت هناك وتخرجت من مدرسة ليفت الثانوية في عام 2001، ثم تابعت تعليمها في جامعة ماين أوغوستا حيث تخرجت في العام 2005. اتسمت سنواتها الأولى ببراءة وأحلام الشباب، واقتربت من الحياة بحيوية كانت واضحة لكل من عرفها. في عام 2007 قررت أدريان الشروع في مغامرة جديدة بالانتقال إلى كلير ووتر فلوريدا، تاركة وراءها ألفة ولاية ماين وشتاءها البارد من أجل الدفء الاستوائي لولاية سانشاين. وصفها أهلها وأصدقاؤها بأنها إنسانة جميلة ولطيفة تشع دائما بالإيجابية والتفاؤل. لقد حملت معها جذورها في ولاية ماين واحتضنت أسلوب الحياة في فلوريدا بينما تعتز بماضيها. في فلوريدا وجدت أدريان جاي صديقا، والذي سرعان ما أصبح زميلها في الغرفة. كانت صداقتهما متجذرة في رحلتهما المشتركة من ولاية ماين إلى فلوريدا، ولم تكن علاقتهما محصورة في كونهما زملاء في السكن فحسب، بل تقاسما أيضا العديد من الأوقات الجيدة معا. ومع ذلك كانت حياة أدريان على أعتاب فصل جديد، ويتعلق ذلك بصديقها جاستن. لقد كان في حالة حب ويخططان لبدء حياة معا، حيث اعتزما على الانتقال إلى منزل جديد كزوجين. كان مساء يوم 13 يوليو عام 2012 بمثابة لحظة مهمة في حياة أدريان. كانت هذه الليلة الأخيرة التي ستقضيها في مسكنها الحالي قبل أن تنتقل للعيش مع جاستن. ملأت الإثارة الأجواء وقررت الاحتفال بحفلة وداع. أخبرت جاستن أنها وجاي سيخرجان إلى فيلم أو إلى حانة لقضاء ليلة مليئة بالمرح والذكريات. كان لدى جاستن مسألة عمل عاجلة يجب أن يحضرها في تلك الليلة، ولم يتمكن من الانضمام إليهم. ومع ذلك لم يكن لديه أي اعتراض في قضاء أدريان المساء بصحبة جاي. بعد كل شيء لم يكونوا مجرد زملاء في السكن، بل كانوا أصدقاء مقربين. بدأت الأمسية في المنزل حيث تبادل المشروبات واستذكر الأوقات الجيدة التي قضياها معا، ولكن مع حلول الليل قرروا مواصلة احتفاليتهم في مكان آخر. كانت وجهتهم إلى نادي دايموند دولز، وهو ناد للتعري لا يزال قائما حتى يومنا هذا، وهو المكان الذي غالبا ما لجأوا إليه للتقليل من مشاكل الحياة اليومية. في ساعات الليل المظلمة في تمام الساعة 3:34 صباحا، تم إجراء مكالمة مروعة لمركز الطوارئ. لقد كان جاي زميل أدريان في الغرفة هو من أبلغ عن هذا الاكتشاف الرهيب. عاد إلى المنزل من النادي ليجد أدريان مستلقية على أرضية الحمام بلا حياة، وعيناها مفتوحتين على مصراعيها لكنهما خاليتين من الحياة، وكانت علامات الصراع واضحة ومسرح الجريمة محفورا بالرعب. أصدر عامل الطوارئ تعليماته اليائسة إلى جاي لإجراء الإنعاش القلبي الرئوي، ولكن ثبت أن وصول المسعفين جاء بعد فوات الأوان. تم إعلان وفاة أدريان في مكان الحادث، مما ترك عائلتها وأصدقائها حزينين. كانت أمام الشرطة مهمة شاقة، وهي مهمة تتطلب إجابات عن من قتل حياة أدريان، وما إذا كان زميلها في الغرفة جاي على صلة بالمأساة. ومع بدء التحقيق قام رجال المباحث بتمشيط المنزل بدقة، لم يتركوا أي حجر دون أن يقلبوه. تم فحص كل زاوية وكل خزانة وكل شبر من الممتلكات، كل ذلك في محاولة للتأكد أن الجاني لا يكمن في مكان ما داخل المنزل.
ما لاحظوه أولاً هو عدم وجود علامات للدخول القسري، وهي تفاصيل محيرة في لغز وفاة أدريان. تم العثور على جثة أدريان هامدة في الحمام شبه عارية ومصابة بطعنة قاتلة في الصدر. تشير علامات الصراع العنيف في الحمام إلى أن أدريان قاتلت ببسالة من أجل حياتها. حقيقة أنها كانت شبه عارية دفعت المحققين إلى الاعتقاد بأن المعتدي ذكر، وأن فكرة أن المجرم حاول طمس الأدلة تشير إلى خطوة محسوبة. ويعتقد المحققون أن الحمض النووي المتبقي على الورقة يمكن أن يكون حاسما في التعرف على الجاني. علاوة على ذلك، لم يتم العثور على سيارة أدريان في موقف السيارات المجاور للمنزل، ويشير ذلك إلى أن المجرم ربما يكون قد هرب بسيارتها. قامت الشرطة بالبحث عن شهود محتملين، وبدأت في تعقب السيارة المفقودة، عازمة على تجميع تفاصيل الساعات الأخيرة من وفاة أدريان. ولكن قبل أن يتمكنوا من القيام بذلك، كان الواجب المؤلم المتمثل في إبلاغ عائلة أدريان يلوح في الأفق على المحققين. لقد أحدثت أخبار وفاة أدريان المؤلمة صدمة لدى والديها. لقد كانوا يكافحون للتصالح مع حقيقة أن شخصا ما قد أخذ ابنتهم الحبيبة منهم بقسوة. بالنسبة لصديقها جاستن، أصبحت المأساة تتكشف عندما رأى طوق الشرطة حول منزل أدريان. التقى به المحققون وأبلغوه بالأخبار المدمرة التي تفيد بأن أدريان قد لقيت نهاية مأساوية. ومع ثقل التحقيق الذي يثقل كاهلهم، كان على الشرطة أن تنتقل في متاهة من المشتبه بهم المحتملين. لقد كان إجراء قاسيا في البداية للتدقيق في الأشخاص الأقرب إلى الضحية، وهكذا تم تسليط الضوء على جاستن صديق أدريان وجاي زميلها في الغرفة. ونظرا للاحتمال الكئيب لحدوث جريمة، كان على المحققين التأكد من عدم ترك أي حجر دون أن يقلبوه. أضافت سيارة أدريان التي كانت مفقودة من مكان الحادث طبقة أخرى من التعقيد إلى القضية، وتبين أن المجرم استخدم سيارتها للفرار، مما استدعى البحث الفوري عن السيارة المفقودة. وفي سعيهم لتعقب السيارة، تحول المحققون إلى الدليل الحاسم الذي توفره كاميرات المراقبة. إن عدم وجود كاميرات بالقرب من المنزل يسلط الضوء على أهمية لقطات كاميرات المراقبة في المباني المجاورة. وكشفت اللقطات من المباني المجاورة عن رجل ذو شعر طويل وسروال قصير وقبعة بيسبول، وهو رجل تزامنت تصرفاته بشكل وثيق مع توقيت مكالمة مركز الطوارئ. لقد شوهد وهو يبتعد عن سيارة أدريان، مما يخلق نقطة اهتمام حرجة. ومع ذلك، فإن محدودية الكاميرات أدت إلى إغفال المحققين له، مما ترك لهم أسئلة أكثر من إجابات. وبينما كانت الشرطة تعمل بجد لكشف الحقيقة، أضافت رواية شاهد عيان أحد الجيران طبقة أخرى من التعقيد. أفاد الجار أنه رأى أدريان ورجلا يركضان في وقت متأخر من الليل، وهو مشهد غير عادي نظرا للساعة المتأخرة وملابسهم. أدريان ترتدي فستانا وتمسك حذاء في يدها، والرجل الذي لا يرتدي ملابسا رياضية خلق صورة محيرة. وعلى الرغم من الغرابة، لم يبدو أن أدريان في محنة خلال هذا اللقاء. لكشف لغز الساعات الأخيرة لأدريان، كان على المحققين أن يحللوا بدقة التسلسل الزمني للأحداث التي سبقت مكالمة مركز الطوارئ. أدى ذلك إلى إحضار جاي زميلها في الغرفة إلى مركز الشرطة للاستجواب. لقد كان مع أدريان في النادي في تلك الليلة، وهو الذي عثر على جثتها هامدة عند عودته إلى المنزل. أخبر جاي المحققين أنه أدريان قد بدأ أمسيتهما في المنزل، واستمتع ببعض المشروبات قبل التوجه إلى نادي دايموند دولز، وتوجهوا إلى النادي ممتنعين عن القيادة وهم في حالة سكر. لقد كانت وجهتهم المختارة للاسترخاء والهروب من الروتين. يتذكر جاي أنهم دخلوا النادي في حوالي الساعة 10:30 مساء، وقضى هناك عدة ساعات. كشفت رواية جاي عن تفاصيل مهمة، فالرجل الذي ظهر في لقطات المراقبة بالقرب من سيارة أدريان كان شخصا التقوا به في النادي في تلك الليلة، ووصف الرجل بأنه أمريكي من أصل أفريقي وله لحية وقبعة بيسبول. ووفقا لجاي، كانت أدريان قد غادرت النادي في وقت سابق، وبقي هو لفترة أطول قليلا.
ثم تحول المحققون إلى لقطات كاميرات المراقبة الخاصة بالنادي للتحقق من أقوال جاي. لقد قدمت اللقطات جدولاً زمنياً واضحاً لأمسيتهما، يبدو أنها تتوافق مع ذكريات جاي، وأظهر أنه غادر النادي بمفرده في الساعة 2:53 صباحاً، وسار عبر ساحة انتظار السيارات وعاد إلى منزله. تم أيضاً التقاط خروج أدريان من النادي وذلك في الساعة 1:38 صباحاً، ومع ذلك أثارت اللقطات تناقضاً مقلقاً. فعندما دخلت أدريان إلى النادي كانت ترتدي فستاناً وسترة، ولكن عندما غادرت كانت ترتدي فستانها فقط. ولا شك أن العين الناظرة تثير تساؤلاتاً حول ما حدث بين رحيلها عن النادي وعودتها إلى المنزل. كشف التحليل الدقيق للقطات عن كشف مهم. بعد ثوان قليلة من مغادرة أدريان للنادي، هرع رجل يرتدي قبعة بيسبول خلفها على ما يبدو لإعادة السترة التي تركتها وراءها. انخرطوا في محادثة قصيرة قبل أن يغادروا معا. لقد كانت لحظة محورية أضافت عمقا إلى غموض تلك الليلة. قارن المحققون الرجل من لقطات المراقبة الخاصة بالنادي مع الشخص الموجود بالقرب من سيارة أدريان المهجورة، وخلصوا إلى أنهما شخصان مختلفان. قادهم هذا الاعتقاد بأن الرجل الذي كان مع أدريان في النادي كان على الأرجح المشتبه به الرئيسي، ويبدو أن الرجل الذي كان بالقرب من السيارة هو أحد المارة غير المرتبطين به. لقد كانت نقطة تحول حاسمة في التحقيق. وللتعمق أكثر في الجدول الزمني للأحداث، قامت الشرطة بمراجعة اللقطات من الملهى الليلي، ووسعت نطاق فحصها ليشمل التسجيلات النهارية. حدث الاختراق عندما اكتشفوا نفس الرجل وهو يتحدث مع أدريان قبل مغادرة النادي، وأصبحت صورته أكثر وضوحاً، وأدى هذا الوضوح المكتشف حديثاً إلى اكتشاف حاسم للغاية. واكتشف المحققون أن هذا الرجل وصل إلى النادي بسيارة أجرة، وظهر رقم خدمة سيارات الأجرة في اللقطات. كان هذا دليلاً قيماً جعلهم يقتربون خطوة واحدة من تحديد هوية المشتبه به. سمح لهم تتبع الرقم بتحديد نوع السيارة وطرازها، وهو جزء أساسي من اللغز. مع تحديد الرجل من لقطات المراقبة الآن على أنه توماس فريدريك، كثف المحققون جهود المراقبة، وكانوا مصممين على جمع المزيد من الأدلة قبل مواجهته. خوفاً من فراره من الولاية، وبعد أسبوع ونصف من المراقبة الدقيقة تمت مكافأة صبرهم. في أحد الأيام بينما كان توماس فريدريك تحت المراقبة، ألقى بعقب سيجارة عرضياً على الطريق. اغتنمت الشرطة الفرصة واستعادت عقب السيجارة وأرسلته إلى المختبر لتحليل الحمض النووي. لقد كانت خطوة عالية المخاطر ومحاولة للحصول على الأدلة التي يحتاجونها لربط فريدريك بالجريمة. وبينما وصل المحققون مراقبة فريدريك سراً، عادت النتائج لتقدم كشفاً محورياً. كان الحمض النووي الموجود على عقب السيجارة المهملة مطابقاً للحمض النووي الموجود في مسرح الجريمة على الملاءة وجسد أدريان في منزلها. لقد كان اختراقاً كبيراً أكد أن توماس فريدريك هو المشتبه به الرئيسي. مسلحة بهذه الأدلة الدامغة، ألقت الشرطة القبض على توماس فريدريك وأحالته للاستجواب. كان الضغط يتصاعد، وكانت رواية فريدريك عن تلك الليلة حاسمة في بناء القضية ضده. أثناء الاستجواب ادعى في البداية أنه يتردد على الحانات والنوادي المختلفة، وغالبا ما يتعرف على معارف جديدة بما في ذلك أدريان. عندما قدمت الشرطة صورة أدريان إلى فريدريك، اعترف بمقابلتها في النادي، ووفقا له قدمت له مشروبا وشارك بعض الرقص والمحادثة. لكن رواية فريدريك بدأت في الانهيار عندما أشار المحققون إلى التناقضات في قصته. تناقضت لقطات المراقبة مع ادعاءات فريدريك، وأظهرته وهو يغادر النادي مع أدريان. على الرغم من إنكاره الأولي، كان رد فريدريك أنهم ساروا معا حتى نهاية الشارع ثم توقفا. لقد كانت محاولة واهية لتفسير الأدلة المكدسة ضده. لكن المحققين لم يكونوا راضين عن رواية فريدريك، خاصة عندما أكد أحد الشهود رؤية أدريان وهي تجري حافية القدمين تمسك بحذائها وفريدريك يطاردها من الخلف. كان اللقاء بينهما يتناقض بشكل صارخ مع رواية الدفاع عن النفس.
ومع تقدم عملية الاستجواب استمرت قصة فريدريك في التطور، مما أدى إلى تآكل مصداقيته بشكل أكبر. وادعى أنه بعد خروجه من النادي مارس الجنس بالتراضي مع أدريان في منزلها، لكنها مرضت مما أدى إلى مواجهة في الحمام وفي عمل مزعوم للدفاع عن النفس، زعم أن أدريان هددته بسكين مما أدى إلى وفاتها. نقلت رواية فريدريك المسؤولية عن وفاة أدريان إليها، وهي محاولة يائسة لتبرير وجوده في منزلها في تلك الليلة، ولم يقتنع المحققون، وتشير الأدلة الدامغة إلى قصة مختلفة. تم تعزيز قضيتهم من خلال وجود الحمض النووي لفريدريك على الورقة وجسد أدريان في مواقع مختلفة داخل منزلها. كانت محاكمة توماس فريدريك في يناير كانون الثاني عام 2014 لحظة محورية في السعي لتحقيق العدالة. قدم المدعي العام قضية دامغة، حيث صور أدريان على أنها ضحية تمت متابعتها والاعتداء عليها وحرمانها من حياتها في النهاية. تشير الإصابات في جسدها بقوة إلى أن أي اتصال مع فريدريك لم يكن بالتراضي. حاول الدفاع رسم صورة مختلفة، مدعيا أن أدريان دعت فريدريك إلى منزلها للقاء بالتراضي. ومع ذلك فإن عدم وجود أدلة تدعم الرواية، إلى جانب أدلة الحمض النووي، قوضت جهودهم. وجاء حكم هيئة المحلفين بمثابة إعلان المدوي بالذنب. أدين توماس فريدريك بالحرمان من الحياة من الدرجة الأولى وسرقة سيارة أدريان. بالنسبة لعائلة أدريان، جلب الحكم قدرا من الإغلاق والعدالة، وأعرب والداها عن امتنانهما لكل من دعمهما طوال العملية الصعبة. سوف تظل ابتسامة ابنتهما المعدية وحماستها للحياة خالدة في ذكرياتهما إلى الأبد. وفي أعقاب خسارتهم التي لا يمكن تصورها، وجدوا العزاء في حقيقة أن العدالة قد تحققت أخيرا. إن قصة النهاية المأساوية لأدريان روبرت والسعي الدؤوب لتحقيق العدالة هي بمثابة شهادة على التفاني الذي لا يتزعزع في تطبيق القانون ومواجهة الظلام. إن ذكرها لا تزال حية في قلوب أولئك الذين أحبوها، ويعد حل قضيتها بمثابة تذكير مؤثر بالسعي وراء الحقيقة والعدالة هو الذي ينتصر في النهاية. فما رأيكم أنتم مشاهدين الكرام؟ لا تنسوا إخبارنا بآرائكم في التعليقات أدناه، كما لا تنسوا دعمنا بزر لايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء مع قصة أخرى من قناتكم دهاليز.